السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كلمة فصل. طبعا حلقتنا النهاردة أولى حلقات الموسم الرابع لبرنامج كلمة فصل. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأخواننا الأقباط بخير وصحة وسلام. اللي محققش أحلامه في 2019 إن شاء الله يحققها في 2020. عشان نحقق أحلامنا لازم يكون عندنا إصرار وعزيمة وتفاؤل، والأهم من كل ده يكون عندنا تخطيط جيد للحلم اللي احنا بنحلمه وعايزين نحققه. طبعا كنت موهت قبل كده او نوهت عن وجود مفاجأة معانا في البرنامج ان شاء الله بأمر الله، معايا الزميل والإعلامي هشام الإمام. اهلا بيك يا استاذ هشام. اهلا وسهلا بالعالمية معا، متشكر جدا على المقدمة الجميلة بتاعت حضرتك. اعزائي المشاهدين اهلا بكم اينما كنتم في كل مكان في برنامجكم كلمة في وصفة. كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة العربية والإسلامية ومصر الحبيبة بكل خير وسلام. حلقتنا النهاردة خاصة جدا وحصريا على شاشة قناة الصحة والجمال مع أستاذة سوزي ربيع. إن شاء الله دي مفاجأة البرنامج. أستاذة سوزي ربيع إن شاء الله دي مدربة تطوير ذاتي واستشاري تربوي، حاصلة على دبلومة تربوية، حاصلة على دبلومة تربوية وتربية خاصة. موضوعنا هيتحاور النهارده فيه عن التخطيط الذاتي. التخطيط الذاتي، التخطيط بالنسبه للمستوى الشخصي والمستوى العام. المستوى الشخصي بالنسبه لي انا ان انا اتمنى ان شاء الله ان يكون برنامجنا يحقق اكبر مشاهده على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي. دي حاجه تبقى جميله بالنسبه لي انا. على المستوى العام ده نعرف عن طريق الاستاذه سوزي ربيع. الاستاذه سوزي ربيع دي مفاجاه البرنامج، هنتعرف عليها وهنتكلم معاها. بس قبل ما نتعرف ونتكلم على الاستاذ سوزي هنعرف برضه من عالمية ما نفسك فيه بقى في السنه الجديده يا استاذه ما. لا ان شاء الله نفسي اللي انا ما حققتهوش في 2019 احققه واكمل تحقيق نجاحنا ان شاء الله بامر الله، ونفسي البرنامج يكون بيقدم للمشاهدين ومتابعين البرنامج معلومات تفيده. ويمكن هدف حلقتنا النهارده ان احنا مع بدايه سنه جديده عايزين نخلي اللي ما حققش احلامه قبل كده يشوف ايه العيوب اللي هو ما كانش مخطط لها ويبدا يخطط معانا من حلقتنا النهارده. وانا برحب بضيفتي الجميله استاذه سوزي ربيع. اهلا بك يا استاذه سوزي. اهلا بحضرتك يا استاذه مها واستاذ هشام، انا متشكره جدا على استضافتكم ليا النهارده، وبشكركم جدا على ترحيبكم ليا واداره القناه، انا بشكرها جدا. طبعا انا بقول لكل مشاهديني كل سنه وانتم طيبين، ولاخوات الاقوات كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، وعلى الامه الاسلاميه وعلى العالم كله ان شاء الله باذن الله بخير وبصحه وسعاده، واللي ما يقدرش يحقق حاجه ان شاء الله باذن الله هنقدر نحققها وهنبقى في احسن واحسن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب استاذ هشام حضرتك او يعني ايه حابب تسال استاذه سوزي، لان انا برضو حابه اسالها كتير قوي عن التخطيط الذاتي وعن كده، حضرتك سؤالك ليها ايه برضو بحيث ان احنا ايه ندخل في المعلومات اللي تبدا تديها للمشاهدين. استاذه سوزي طبعا هتوضح لنا وهتوضح للمشاهدين مفهوم التخطيط الذاتي وقسماته او معاييره. طبعا باستفاضه، واحنا طبعا احنا اتشرفنا بحضرتك في بدايه البرنامج، وان شاء الله كده باذن الله هنفيد المشاهدين بالسنه الجديده بمعلومات مهمه جدا ان احنا نتفائل بيها في بدايه السنه ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا بحضرتك. طب احنا هنتكلم عن التخطيط. لو جينا اتكلمنا عن التخطيط، التخطيط هو سر الحياه، معنى الحياه للانسان. يعني بدون تخطيط يبقى انا ماليش وجود. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان ليه رساله، احنا خلفاء في الارض، فعلشان خاطر نعرف نخطط كويس لازم ندور على رسالتنا وهدفنا من رسالتنا ايه. فعلشان نعرف اهدافنا كويس، اول اهداف معانا هم 7 اهداف او 7 اركان او 7 جوانب للحياه. علشان حياتنا تكون فيها توازن ويكون فيها مرونه، مش روتين وشده وضغوط. اول ركن هو الركن الروحاني. الركن الروحاني لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من 4 مكونات. اول مكون هو الروح، فعشان كده هنربط الهدف الروحاني بالروح، علشان خاطر نتسم بروحنا تكون روح انسانيه وغذائها يبقى مستمر، غذائنا تواصلنا مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى علشان خاطر انا بحبكم وبحب نفسي وبحب كل الناس، فبقول لكم مع ربنا هنمشي على الميه. ايوه هنقدر ان شاء الله نمشي على الميه.
علشان كده مش بلزم الناس ان هي تعمل ده، بس بحب اقول لهم ان من غير ده ما ينفعش نحقق اللي احنا عايزينه. فعلشان خاطر نوصل لتحقيق الهدف وننجح كويس لازم نتقرب لربنا. طيب يعني معنى كده يا دكتور او يا استاذة سوزي ان احنا عشان حلمنا يكبر او هدفنا في تحقيق الحلم يزيد لازم نخطط صح للموضوع من بداية الركن الروحاني وبنكمل مع حضرتك بحيث ان الهدف للحلم نفسه نحققه مظبوط. تمام. احنا بنتكلم عن التخطيط الذاتي. هو مين اللي بيشتغل؟ انا. طب ومين الطالب اللي في المدرسة؟ انا. طب ومين الدكتور اللي في العيادة؟ انا. فبالتالي لما اخطط لذاتي لانسانيتي لانساني اللي جوايا، انا انسان وبشر، فالمفروض ان انا ابقى متواصله مع ربنا سبحانه وتعالى عشان انجح في طريقي، عشان يقدم لي التوفيق وابقى ماشي على خطاه الله سبحانه وتعالى. فانا مش بقول، انا بقول ان احنا نقرا الاذكار. انا عن تجربه شخصيه الاذكار الصباح والمساء دي حاجه مهمه جدا تبدا بيها يومك. انا بدات بروح ونفسيه متفائله بالقران كمان. جميل. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهي الفكره كلها انا عايزه اطمئن واشرق في نفس الوقت. تفائلوا بالخير تجدوه. فانا هتفائل وتفكيري يبقى ايجابي ازاي؟ لازم اكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى علشان اتسم بالايجابيه، لان مش كلام ولا 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 كلام بيتقال في الكتب، لا ده فعل انساني. انا من جوايا ابقى انسانه متفائله وتفكيري ايجابي، في راحه نفسيه ببدا بيها اي موضوع او اي هدف ببدا بيه. لو انا رايح مشوار زي مثلا انا رايحه برنامج او رايحه انترفيو ببقى متوتره وقلقانه، بتوكل على مين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو هو طريقي ربنا بيكمله لي وبيمشيني فيه وبيلقيني كمان بالناس اللي بيسر لي الامر معاهم. فربنا سبحانه وتعالى هو اول خططنا في العام الجديد، هو اول هدف لينا في حياتنا عموما. بدونه هنمشي وهننجح بس مش هيبقى عندنا الراحة النفسية اللي زي ما بنبقى قريبين لربنا سبحانه وتعالى. نحاول نداوم على الصلاة. الصلاة هي صلة بالله سبحانه وتعالى، وأذكرنا ولو قدرنا نكمل كمان الدايرة الروحانية بتاعتنا نكملها بآية قرآنية أو بصفحة من القرآن. ده هيبقى بداية يومنا كل يوم لما هنبدأ نكتب في خططنا أو في الخطة المستقبلية بتاعتنا أو خطة 2020 السنة دي إن شاء الله بإذن الله، نكتبها أول خط أول هدف لينا الهدف الروحاني. طب والتسامح يا أستاذ سوزي؟ التسامح التسامح ده من النفس الصافية النقية، وده بيجي من قربك لربنا سبحانه وتعالى، لأنك بتبقى متفائل وعندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى مختارك في الحياة وما خلقش ما خلقش حد في الدنيا علشان يبقى فيه شقاء ويبقى فيه تعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا امتحانات وابتلاءات في الحياة وتحديات علشان يقوينا للخطوة اللي بعد كده. طيب. الطفل لما بيمشي أول خطوات مشيه ما بيمشيش على طول، الأول بيسند ظهره وبعد كده بنبدأ يحبي وبعد كده بيسند وبعد كده بيمشي. طيب. وبيعتمد على نفسه. خلينا معلش خلينا عند النقطة ديت وناخد معانا اتصال تليفوني. دكتور هاني، ألو السلام عليكم. أسعد الله مساءكم بكل خير سيدتي. أهلا بحضرتك يا دكتور هاني. الأستاذة المذيعة الجميلة الأستاذة مها والدكتور خالد وضيفتكم الجميلة الأستاذة سوزي. ربنا يعزك. هو أستاذ هشام يا دكتور هاني. أستاذ هشام معلش أنا آسف. ولا يهمك. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. أسعد الله مساءك بالخير يا سيدي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أخبار حضرتك إيه وكل سنة وأنت طيب؟ كل سنة وأنتم طيبين وأنا بزف من قناة الصحة والجمال إلى الشعب المصري تهنئة خاصة وعامة بالعام الجديد. كل سنة وانتوا طيبين ب2020. وحضرتك طيب والقناة كلها جوه بتقول لحضرتك وحضرتك طيب وبخير يا دكتور. انا سعيدة جدا بمكالمة حضرتك وعايزة حضرتك تقول حاجة الأستاذة سوزي. أستاذة سوزي بتعالج ايه؟ بتعالج صلة العبد وربه.
الله عليها. الله الله. انا متشكره جدا لاتصالك ومداخلتك وان حضرتك اهتميت وان انت ده عملت المداخله، جزاك الله كل خير وربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه يا رب ودوام الحياه ان شاء الله. عايز اقول لك حاجه، لو العبد انطلق مع ربه والله هيمشي على الميه فعلا زي ما انت بتقولي. لو انطلق في الصفة الروحانية اللي بين العبد وبين ربه، ما أنا أصلي وأصوم وأشوف عيالي وأشوف الدنيا وأشوف جيراني وأطبطب على ده وأتكلم وأضحك في وش ده، ده إماطة الأذى عن الطريق فيه أجر. مظبوط. أبسط حاجة، أبسط حاجة، الدكتور بيضحك وأنا شايفه ومبسوط جدا من الكلام اللي أنا بقوله. أكيد أنا طبعا. أنا تلميذ قناة الصحة والجمال يا دكتور. يا دكتور كلام حضرتك يدي بهجة ويدي سرور لأي حد يسمع حضرتك طبعا يا دكتور. يا ريت في السنة الجديدة دي يا ريت كله يجدد العلاقة مع ربه. إن شاء الله بإذن الله. الدنيا فيها إيه؟ أنا عملت في سنوات اللي عدت من عمري كام؟ ورحت فين وجيت منين؟ صح. ويبص يجدد العلاقة مع ربه ويجدد العلاقة مع اللي حواليه، مع إخواته، مع قرايبه، مع ناسه، مع أهله، مع المجتمع اللي هو عايش فيه، مع رئيس الجمهورية، مع الـ مع الـ مع الوزراء، مع الدنيا كلها. إحنا لو سمعنا الكلام اللي بيقوله الرئيس هنمشي على المية. أكيد طبعًا. أكيد طبعًا يا دكتور، أنا مبسوطة جدًا بمداخلة حضرتك معانا وعايزة حضرتك تفضل متابع معانا حلقتنا النهاردة، وأكيد هتقعد تتابعها عشان أستاذة سوزي معانا. اتفضلي يا أستاذة سوزي، إحنا وقفنا عند الركن الروحاني وإحنا أقوى، كملي اتفضلي. أقوى بصلاتنا بربنا سبحانه وتعالى ونجدد النية كل يوم. كمان في نقطة مهمة جدًا لازم ناخد بالنا منها، إحنا كل يوم بنصحى دي فرصة جديدة لينا، يبقى بلاش فكرة إن أنا أخطط لسنة كاملة. لا، أنا السنة بتاعتي كل يوم، العيد بتاعي كل يوم، كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيخليني أصحى من موتة صغرى، بصحى للحياة تاني، بشوف الشمس وهي مشرقة، وبيجي علي الليل وبرمي همومي في البحر وارجع تاني أنام واصحى الصبح أشرق من أول وجديد زي الشمس. فهي الفكرة كلها لو جددنا نيتنا مع الله سبحانه وتعالى وصحينا وقلنا الحمد لله يا رب إن أنا داومت حياتي تاني وإن أنت خلتني أذكر ذكرك على لساني، دي أكبر نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا كده ببني إنسانيتي مع ربنا سبحانه وتعالى، مع الخالق، بعد كده أبدأ أبني علاقتي بصحتي اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهانا أمانة، صحتي لازم أحافظ على صحتي. يبقى حضرتك الهدف الثاني بعد الروحاني الصحة. الصحة. فضل. الصحة. طيب قبل ما ندخل في الصحة ناخد اتصال تليفوني. اتفضل. ألو أستاذة فايزة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبتي يا أستاذة مها. حبيبتي وروحي وقلبي. جميلة. وحشاني جدا جدا جدا. وبجد بشكركم على الحلقة الجميلة المتميزة دي، وتحياتي للضيفة العزيزة أستاذة سوزي. شكرا. ومنور يا أستاذ هشام. بنور حضرتك يا فندم. بنور حضرتك يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا أستاذ هشام. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة مها. حبيبتي. والنجاح لنجاح، وكلمة وصفة يكون مش سيزون فور، يعني بصي يعني كمل معانا سنين طويلة أكتر من كده وفي النجاح يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي ليا فايزه وانا بعشقك وبقول لك كل سنه وانت طيبه ومستنيه وجماهيرك برضو مستنيه برنامجك ان شاء الله، كلام كتير يظهر تاني على الشاشه بامر الله في اقرب وقت. وانا مبسوطه جدا يا فايزه ان انت كلمتيني او يا استاذه فايزه اعلاميه جميله، وعايزاكي تسالي برضو الاستاذه سوزي تاخدي منها طاقه ايجابيه عشان تنزلي بقى، يلا كفايه كده دلع. طبعا اساليها. هي تدي طاقة إيجابية، يعني ما شاء الله عليها ابتسامتها بشوشة، عندها روح جميلة كده بصراحة طاغية على الشاشة. وعايزة قبل ما أقول لأستاذة سوزي كلمة، عايزة أقول للسادة المشاهدين كلهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة تكون سعيدة. كل سنة والأخوة والأباط طبعا طيبين. طيبة حضرتك. وهنسيب بقى حضرتك أستاذة سوزي يعني تدينا طاقة إيجابية أكتر وأكتر. عايزين بس للناس اللي بتبقى داخله السنه وتقول انا كل سنه ما حققتش الحلم، فبيبقى داخل باكتئاب او بيبقى داخل ما عندوش القوه او الروح اللي هو عايز يكون عايز حاجه بس مش قادر، حاسس باكتئاب او بيأس، عايزين حضرتك بس تدينا طاقه ايجابيه جميله كده.
ان شاء الله باذن الله بدعمكم وبمشاهدتكم في البرنامج ودعمكم وتساؤلكم. يعني لو ليكي اي استفسار كاستاذه فايزه الاعلاميه وكانسانه فايزه على المستوى الشخصي والمستوى العملي، لو ليكي حضرتك اي تصور في التخطيط يا ريت حضرتك تقول لنا. بالنسبه لي انا التخطيط لما بكون انا، بس مش عايزه اطول عليكم علشان استاذه مها وعلشان حبيبتي اسالي يا روحي اسالي براحتك واستاذه سيدي. اهم حاجه استاذ هشام برضو يبقى معانا. حضرتك احنا بننتهز الفرصه ان المشاهدين يعرفوا باستفاضه من الاستاذه سوزي، فدي فرصه برضو حضرتك ان حضرتك اعلاميه مميزه برضو معانا يا استاذه فايزه، فبرضو هتتكلمي معانا وتحاوري مع الاستاذه سوزي. اتفضلي يا فندم. هو اهم حاجه يا استاذ هشام، في استاذه سوزي مش عارفه هتأيدني الراي ولا لا، طبعا هو الاستعانة بالله ده اهم حاجه. طبعًا. ان انا ابدا بالطاقه الايجابيه، انا خلاص وقعت ما افضلش ابص انا وقعت مش هقدر اقوم، لا وما استناش حد يقومني. انا اهم حاجه انا وقعت اقدر ان يبقى عندي العزيمه او القوه او الاراده ان انا اقوم تاني افكر. يعني بيقولوا بالمثل كده بالبلدي، الضربه اللي ما تموتش بتقوي. مظبوط بالظبط. ان انا اقوم دي من وعيتي او من انتكاستي، او انتكاستي مثلا ان انا كل شويه بقى اقوم لسه عايشه في حياه في بكره. ما افضلش ابص يعني لا تبكي على اللبن المسكوب يعني خلاص، يعني تمام. الحاجه اللي ضاعت خلاص. تمام نقدم بقى على الجديد، مش هطول عليكم اكتر من كده. ان شاء الله ان شاء الله نشوف حضرتك على التلفزيون قريب ان شاء الله باذن الله، واكون ضيفه مع حضرتك برضو في اول حلقه باذن الله. لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. لا احنا عايزين مش ضيفه، احنا عايزين ايه نعمل نكس مع بعض. لا استاذه فايزه ليها جوانب كده نفس الجوانب والتخطيط زي برضه موضوع حلقتنا، مشابه او مقارب لتخطيط حضرتك في الحياه. جميل. او في البرنامج. جميل. نتواصل مع بعضنا بعد خلاص البرنامج. خلاص نعمل بقى ربع استاذه فايزه بعد البرنامج عشان احنا استاذه فايزه ليها بصمه عالميه جميله في حوارها في البرامج يعني. طيب. شاكرين جدا استاذه فايزه. استاذه فايزه انا بشكرك لاتصالك وكل سنه وانت طيبه، وتابعيني ونشوف بقيه الاركان للتخطيط الذاتي. اتفضلي يا استاذه سوزي. تمام. احنا وصلنا بعد الركن الروحاني وصلنا للصحه، والصحه كنا بنتكلم عنها ان هي امانه ربنا سبحانه وتعالى سلمها لنا في الجسد. تمام. فلازم نحافظ على جسدنا زي ما بنحافظ على روحنا. فالجسد غذائه ايه؟ هو الطعام. الطعام الصحي مع ممارسه الرياضه حتى لو بالمشي. تمام. مش هقول لازم نروح نشترك في جيم والتكلفه والضغوط والالتزامات اللي علينا. المشي نص ساعه حتى في الاسبوع انفس عن نفسي، هطلع الطاقه كلها. لو عندي اي ضغوط اتحبت التمشيه، لو مشيت 5 دقائق ربع ساعه هلاقي نفسي شخصيه مختلفه خالص، بمود جديد، بانطباع جديد خالص. الاستيقاظ برضو مبكرا بالنسبه للصحه كويس مفيد. جميل جدا. جميل. لازم نستيقظ بدري وننام بدري. الصحيان البدري ليه هدف، ان انا بصحى مع توزيع الارزاق. ربنا سبحانه وتعالى بينزل في اول سماء ساعه صلاه الفجر، التلت الليل بالظبط. فالفكره كلها ان احنا بنصحى مبكرا بنسعى على رزقنا. احساسك حتى لو انت في البيت وصاحي بدري بتحس بالبركه بتاعه بدايه اليوم. طبعا. عكس لما بتبدا تصحى الساعه 11 تحس ان جسمك همدان ومكسر. لكن تعال نجرب كده مع بعض نصحى بدري. تمام. ونظام غذائي طبعا. هو للاسف الشديد يعني وقت حلقتي خلص وما لحقناش. ده ما شاء الله. نقول ما يا بصي الوقت الحلو بيعدي. ده انا ما قلتش اي حاجه خالص. بصي احنا لو وجود حضرتك معانا ان احنا لما نمسك نقطه نقطه بتاخد معانا مش هقول وقت، بس الوقت الحلو اللي بيعلم اللي بيدينا معلومه. مظبوط. للاسف وقتنا خلص وانا مبسوطه ان حضرتك كنت معانا. لا ان شاء الله يتجدد باذن الله، ولينا لقاءات ثانيه ان شاء الله باذن الله، واشوفكم على خير باذن الله، وتوفيق من توفيق لتوفيق ان شاء الله. شرفتينا جدا يا استاذه سوزي، وان شاء الله يعني نتمنى يكون لنا دي اول حلقه بالنسبه لنا مع حضرتك، ونتمنى يكون لنا حلقات ثانيه جايه ان شاء الله جديده. واعزائي المشاهدين كده يكون ختمنا برنامجنا النهارده بكلمه في وصفه. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده وضيف جديد وموضوع يهمكم ويهم كل المشاهدين. الساعه 4 يوم الثلاثاء ان شاء الله مباشر. والى اللقاء اعزائي المشاهدين. كل سنه وانتم طيبين.